ازيكم يا جدعان؟ فيديو جديد وحلقة جديدة. النهاردة هنلعب يعني فايترز. النهاردة يا جدعان بقى هنشوف التحديث الجديد اللي نزل. لسه يا جدعان التحديث نزل من يوم ولا حاجة، بس انا اتأخرت شوية في الفيديو معلش يا جدعان، مش عندي حبة ضغوطات فانا اسف يعني. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا جدعان متنساش تحط لايك وتشترك في القناة، ويلا سيبكم مع الفيديو. ويلا بينا يا جدعان، يلا 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 تعالوا كده بس نشوف ايه اعمل حاجة الاول. تعالوا نروح بس الجزيرة، هي دي اصلا بقى اللي احنا فيها اساسا. تعالوا نشوف بس كده قوة الحاجات اللي فيها كام. تعالوا كده نضرب، لا دي دي بس حط بس ايه وانا التيم بتاعي يا جدعان. ثانية كده من بقى التيم بتاعي معلش يا جدعان، رحت بس على السريع. تعالى نرجع بقى. تعالى اقوى بت عندي دلوقتي 30 W، ضعيف اوي ضعيف اوي كده كده. البتات التانية في المكنة بس احنا مش مشكلة، احنا مش محتاجين اصلا دلوقتي البتات اوي، احنا محتاجين فلوس بس. بس لا معانا فلوس، محتاجين ايه يا جدعان دلوقتي؟ عايزين نفتح ماكس الستور عشان نجيب الحاجات. عايزين نجيب بقى يا جدعان السكريت، السكرت تقريبا يا جدعان هو الانمي بتاع اللي هو انا نسيت اسمه الصراحه، بس اللي هو بتاع السنسي الالي ده، اللي هو المدرس الالي ده اللي كانوا كلهم بيحاولوا يموتوه. تعالوا بس كده تعالوا نروح نجمع. عايزين اول ايه؟ تعالوا ناخد طيب البتات من المكنه. تعالوا قدامهم ياما يا جدعان كتير، اصلا دول اعتقد ما اعرفش اسم. اوبا ده نزل في الليفلات التانية. تعالوا كده تعالوا باخد تعالوا تعالوا يلا 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 هلهم كلهم ماكس يا جدعان. تعالوا انت كمان ماشي، هذا على مش تعرف انا استخدم كده اقوى سيما عندي. شوف كده اقوى حد عندي كام، اقوى حد عندي 3 O ده 2 O. تمام ماشي حلو يا جدعان. انا كنت عايز انا عارف جدعان اخويا يا جدعان عمل بيت قوت 61 O ولا 90 O، وصل 90 O فيعني بالنسبة له ضعيف يعني، بس يلا ايزي ايزي عادي عادي هظبط الدنيا. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ عشان دي كام بس ثانية دول وصلهم كل واحد 600 W، ودي واحد او تمام ده 2 O. ولسه يا جدعان بص الديفان اللي كان معايا حطيته في البتاعة دي عشان يعني ادمجهم التلاتة. اقول لكم على حاجة، تعالوا بس احنا ايه نروح دلوقتي نجمع نجوم عشان نعرف نفتح ماكس. يلا بينا يلا يا جدعان نروح عشان نجمع. معلش يا جدعان حصل مشكلة كده وانا بصور دلوقتي، عايز بس اقفل كده بس كده يا جدعان عشان بصور من الماك بتاع الموبايل، ف الأذان كان الأذان أذن يعني دلوقتي، ف طيب المايك قفل فالدنيا باظت، بس مش مشكلة هحاول اظبطها ان شاء الله في المونتاج ان شاء الله هتظبط. وخسرت بتاع خسرت بتاعة النجوم اصلا معرفتش العب. تعال اخش تاني معلش يا جدعان اسف يعني، اخش بقى مرة كمان غرامتو. تعالى راوند 3 يا جدعان السودا دي بس انا حاسس ان انا باخد العيلة اوي كده ليه. راوند 5
والله بجد باخد قليل اوي. طب اجرب جاي استخدم بوست دروب ولا حاجة؟ انا مش غير بوستين دروب بس. طب استخدم البوست العادي. بس مظنش بوست دروب يعني بتفرق ولا ايه؟ هي مالها يا جدعان بقت عاملة كده ليه؟ ولا هي كنت عاملة كده على طول؟ انا فاكر انا كنت بخش كنت بلاقي اعداد كتير قوي. يلا اخر واحد خلصنا كده راح بس فضل اخر واحد بس. يا جدعان يا جدعان ما كانتش بتحمل يعني ايه يا جدعان ده بس كده ده كل اللي حصل يعني كل اللي جمعته خلصنا. طيب ماشي مش عارف في ايه يا جدعان ولا في ايه اللي بيحصل بس خلاص هروح افتح بقى وخلاص. تعالى بس كده نستخدم لوك. هي يا جدع مش من هنا. الله 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 علينا. انا كده بس انا جدعان واتسابت. يلا يلا ها في ناس بيستخدموا نفس الشخصية كاملة. يلا يلا. A few moments later. اخيرا يا جدعان طلعنا بس نسيت. يا نهار اسود اخيرا. تعالى بقى نشوف شكله. تعالى افضل شيل صح. تعالى والله يا جدعان سنسي سنسي يا شباب. هو يا جدعان والله أسطورة. قوته كام؟ 33 اكس. والله جامد من غير اللي هو يعني ليفل قليل اساسا. سنسي يا جدعان جامد اوي اقسم بالله. هو سنسي يا ريت يا جدعان انتوا يعني عندكوا وقت يا جدعان كده تقعدوا تلعبوا. بص انا مستخدم التلاتة ازاي فرق اقسم بالله في الدمج جامد. والله يا جدعان شكل السنسي جامد. المهم يا صديقي عجب الفيديو تحط لايك وتشترك في القناة واستنينا الفيديوهات الجاية. يلا سلام.